عليكم كي دايرين لاباس عليكم؟ خياطات والخياطه فين وصلتوا؟ مع شي خدمه شي مشاريع صغيورين بحال الفيديو اللي حطيت لكم قبل؟ كما هاد الدرس ديال اليوم ولا الموضوع ديال اليوم حتى هو غيكون يعني تتمه ديال المشاريع الصغرى اللي عطيتكم. بزاف ديال البنات طلبوا مني قالوا لي بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش يخدموا يعني ما عندهمش الصنعه في يديهم ديال الخياطه وبغاو يديروا هذا المشروع ديال البيع ديال الجلالب. الجلالب طالعين جلالبات وقفاطن وكلشي ديال الكبار وحتى ديال الصغار. يعني قلت لهم علاش لا بامكانك يعني واخا ما عندكش الصنعه واخا ما عندكش يعني الماكن في الدار وداكشي باش تخيطي تقدر ديري هذا المشروع ديال بيع وشراء ديال الجلالب جاهزين. غادي ندير لكم كاع الخطوات كامله ان شاء الله، غير تبعوا مع الفيديو حتى الاخر وغادي تستافدوا. وان شاء الله الا كان شي سؤال غيكون لايف ان شاء الله نهار اثنين مع 3:30 ديال العشيه غادي يكون لايف، وتما غادي اللي عندها شي سؤال تخليه ليا ان شاء الله وغادي نكونوا يعني كنهضروا مباشره في اللايف، يعني اللي سولتيني عليه غنجاوبك عليه ديك الساعه ويكون خير ان شاء الله. كما قلت لكم الموضوع ديال اليوم هو البيع ديال الجلالب طالعين. ما كتعرفيش تخيطي، ما عندك الصنعه في يدك وبغيتي ديري جلالب ديال توجديهم لرمضان ان شاء الله ديال البيع والشراء، مرحبا. الخطوه الاولى اللي غادي نبداو بها يعني ندخلوا نيشان في الموضوع. الخطوه الاولى اللي غادي تبداي بها يعني غادي خاصك الثوب. اول حاجه الثوب خاصك تاخدي يعني اثمنه تكون مناسبه وتخلطي، يعني تاخدي ثوب بروميان ثوب شويه وعاد الثوب اللي رخيص. عاوتاني الانواع ديال الثوب اللي غتاخدي كاين لولان سبيسيال وكاين الكريب، كاين الكريب سامبل وكريب بحال هذا نيت هذا كريب ري وغايوغ بحال هكا مخطط، وكاين الكريب لي سامبل وفيه بحال واحد وريضات بحال واحد الدويورات محفرين، هو اللي خرج دابا هاد العام. غادي نفصل معاكم نيت بلابا منو غادي تشوفوه، يعني غتخدمو بلولان سبيسيال وبالكريب والمليفة، وكاين واحد الكريب عادي من غير الكريب ديال 4000 ريال الكوبو، كاين واحد داير حتى هو 100 درهم الكوبو. غادي يقولوا لي البنات فين كاين هذا، يعني كاين في القيصريات وموجود في اي بلاصه وحتى هو زوين حتى هو تيتخدم به، غير هو ماشي بحال ديال كما قلت لكم ديال 200 درهم الكوبو، ولكن حتى هو تيخدم زوين. وكما قلت لكم خلطوا نوعوا لان الناس انواع واشكال كل واحد واش تيبغي يلبس. كاين اللي كيبغي يلبس جلابه عاديه يعني يدوز بها ديك العواشر ديال العيد ولا 27 ولا هذا صافي كيحطها ما عندوش مشكل، يعني في الثوب يكون غالي ولا رخيص. كاين اللي كتبغي الثوب يكون غالي وزوين لان كتبغيها جلابه ديال الحضور ولا ديال المناسبات، ولا يعني كتبغي جلابه تكون غاليه كتقول خيطيها ليا تكون زوينه باش ما طلعت غادي نخلصها لك، يعني تما خاصك يكون عندك الثوب اللي غالي. وكاينه الجلابه اللي كتقولك انا باغا ندوز بها غير رمضان يعني غير الخدمه بحال كتشوفي تجيبيها، بغيت جلابه غير رخيصه حتى هي خاصها تكون عندك. دابا دزنا النقطة ديال انواع الاثواب وكيفاش تشري الثوب والثوب اللي غتخدمي به، يعني هادشي كامل انا عارفاكم غتسولوني في التعاليق انا جاوبتكم عليه. دابا كما قلت لكم وتصنتوا الفيديو مزيان كامل لان الحاجه تنقولها لكم في الفيديو ما كنبغيش نعاود نقولها لكل وحده في التعليق كل وحده بوحدها، نعاود نجاوبها على كل سؤال وانا مجاوبه عليه في الفيديو، يعني تصنتوا مزيان الفيديو عاد ديك الساعه ما فهمتش شي حاجه ولا شي حاجه نسيتها انا خليوها لي في التعاليق، ولكن باش نبقى نقول في الفيديو نعاود عاوتاني في التعليق كل وحده بوحدها راه بزاف. يعني تصنتوا الفيديو كامل شحال من حاجه كنقولها في الفيديو كتعاودوا تسولوني ثاني في التعليق. كما قلت لكم دابا دزنا الانواع ديال الثوب، ما تقولوش لي ثاني اش من ثوب غادي نخدم به. كما قلت لكم لولان سبيسيال والكريب راه فيه ثلاثه الانواع خدموا به حتى هو، وكاين المليفه العاديه والجيم ما نساوش الثوب ديال الجيم حتى هو سواء رقيق وصيفي وزوين. دابا غندوزو خدينا دابا شرينا الثوب، الخطوه الثانيه شنو هي؟ كما قلت لك ما كتعرفيش تفصلي، يعني غتشوفي شي خياط خياط واحد ولا جوج غتخدمي معاهم في مره، لان حتى الخياطه دابا في هذه الوقيته ديال هاد العواشر تيكونوا عامرين، يعني ما يمكنش واحد غادي يشد من عندك الخدمه كامله اللي عندك، غادي تاخدي جوج ديال الخياطه هما اللي غادي تتعاملي معاهم ان شاء الله. غادي تقولي لي غتفصل لي الخدمه انا راه غنبيع ونشري، بغيت نجيب لك الثوب غادي تفصلوا لي حسب لي بشحال غتفصل لي الجمله ماشي البياسه، يعني غادي تفصل لي بزاف. فصلنا دابا كتعرف شي خياط يعني فصلتو زوينه. دابا فصلنا الجلالب مثلا غنحسبو حنا غنبقاو غاديين بعشرة ديال الكوبوات، يعني دابا غنبقاو غاديين بالخدمه بعشرة الكوبوات باش نبقاو غاديين متابعين. هزينا دوك 10 الكوبوات ديناهم للفصال اولا الفصاله اللي غتفصلهم لينا، ها هما دابا تفصلوا. غادي نشوفوا الخياط اللي غيدوز لينا
الكابلي ولا السفيفه يعني العماره ديال الجلاب. غادي نمشي عند الخياط حتى هو غنقول ليه عافاك عندي واحد 10 البياسات ولا 20 بياسه يعني غنخدمها شونتيو، عافاك بغيتك تخدمها ليا بالماكينه. بالماكينه كيخدموها ب 30 درهم 40 درهم باش كيدوز الكابلي ولا السفيفه للماكينه، ماكسيموم 50 درهم، من 30 درهم حتى 50 درهم على حسب كل خياط. باش ما يجيوش عندي الخياطه يقولوا لي طيحتي الثمن ولا شي حاجه، كما كنقول لكم من 30 درهم حتى 50 درهم، 30 40 درهم حتى 50 درهم، حيت الطراس ماشي هو الكابلي والكابلي ماشي هو السفيفه والكابل، على حسب انت شنو باغ. يعني كيفصل لك كيدوز لك البياسه كيعمرها لك صافي. بغيتي تجمعيها كتشوفي الفينيسيو، الفينيسيو هو تركبه العقاد ولوغلي الجلابه والدرس ديال الجلابه الطريس اللي كيدار في القبو في الكميمات. كتشوفي ثاني مول فينيسيو ولا كتشوفي الخياط، يعني خدمتك كتبعيها كتلونسي البياسه بحال غتلونسيها في شي معمل، كتلونسيهم ها هما البصال، حيتي من البصاله كدوزي الماكينه كتوجدي بياساتك وكطلع لك رخيصه، ما تخافيش من هذا الشيء لانه يعني كتخدمي بالجمله، ما غاديش يحسب لك 4000 ولا 7000 ريال لان خدمه ديال الجمله ما غيكملهاش هو. ملي ساليتي دابا عند الخياط العماره ديال الماكينه والفينيسيو ديالك، كتشوفي الطرازه ديال الرباطي حيت ما غادي ديريش كلشي بحال بحال، الطرازه ديال الرباطي غتشوفها حتى هي، غديري معاها يعني من دوك العشرة اللي حنا غادي نبيعهم غتحيدي واحد 4 البياسات مثلا غطرزيهم برباطي باش تكون السلعه ديالك متنوعه. رباطي ديري طازه بحال هكا اللي كتكون في المونش يعني بالصم، البرونز هو اللي خارج دابا اللون برونز ديال الصم، طرزيها بحال هكا. الفصاله هي تنوعي، غديري فصاله مخزانيه وجلابه ايفازي وجلابه دغوا، كلشي غديري باش ترضي كاع الاذواق. كما قلت لك غتشوفيها بهاد البياسات غدوز لها الطرازه حتى هي، ديري معاها ثمن الجمله ولا انا الخياطه وكندفع الخدمه، يعني غتكون عندي الخدمه بكثره، ما غديريش معايا ثمن بياسه وحده ولا غديري معايا ثمن ديال الجمله باش تصايب معاك الثمن وحتى تطلع لك بياسه مزيان. الطرازه كما قلت لكم هي الماكسيموم 50 درهم 60 درهم، 60 درهم الطرازه تقريبا الماكسيموم الا يعني خدمات لك بزاف كما تنقول لكم، حيت كاينه الجلابه كتوصل حتى 4000 ريال 5000 الطرزه ديالها، ولكن تنقول لكم طرز خفيف، طرز خفيف راه 50 درهم 60 درهم ما تفوتش، يعني غير وريدات هنا في التركيز في الطوبه هنا وهنا، يعني 1200 1400 باش كتخدم لي انا الطرازه ومازال ما كندفعش لها الجمله، غير البياسه ديالي بحال هكا غير الطرزه من هنا في التركيز وفي الكميمات وريدات خفيف، يعني 60 درهم الماكسيموم الا كنتي غتدفعي لها بزاف. شنو اخر دابا دزنا الطرزه، ولكن ملي كتبغي طرزي راه غادي عاد تفصليها وتديها الطرازه هي الاولى، عاد كترجعيها للخياط باش يدير لك ليها العماره، لان الطرازه ما يمكنش البياسه تمونطات وعاد غترجعيها لها هي الطرزه، لا غدفعي الطرزه هي الاولى من ورا الفصاله عاد باش تديها للخياط. دابا سالينا من الطرزه غادي نشوفوا دابا الجلال الاخرين سامبل واش غديري لهم النبات ولا شنو غدير. غتشوفي نباته حتى هي ديال العقيق، غديري معاها حتى هي شنو بغيتي وتوري الموديلات اللي خاصينك وتاخدي السلعه ديالك راسك يعطيها هي غير الفلوس يديها صافي، يعني جلابه انت اللي غتقدي سلعتك، يعني هنا خصك تكوني حاذقه، لبسي جلابتك وحزمي السبرديله والقصاريه ثوب السلعه كلشي ديالك، غادي تعطي غير اليد العامله اللي غادي تخلصيها، وبحال هكا غتحسي براسك حتى انت بانك مسيره بزاف ديال الناس وبانك يعني هازه اسر، هذا كيتسمى بحال عندك يعني راه يعني راه مشروع مربح ماشي وفيه ثمن، ماشي شي حاجه اللي ساهله ولا نستهنوا بها، لان حتى هذيك الطرازه دوك الفلوس اللي غتعطيها انت راه هي شحال من حاجه غادي تقضي بهم، وحتى هذاك الخياط وحتى شحال من واحد، يعني ما تبقاوش تحضروا راسكم وتقولوا انا ما عارفاش ما غاديش ندير، بالعكس راه انت راه وليتي انت هي اللي مخدماهم عندك كاملين، الا صح القول غنقولوا راه انت اللي مخدماهم عندك كلهم، لا الطرازه ولا الخياط ولا هذيك السيده اللي غتفصل ولا اللي غتنبت لك ولا كلشي، ومن بعد كتاخدي الخدمه ديالك كامله ساليتي دابا كدي السلعه ديالك كتعاودي تكونترولي تشوفي الا باقا خاصك شي حاجه، شنو خاص هذه وشنو خاص هذه، كما قلت لك دائما توقفي على سلعتك بيدك، ما عندكش الصنعه في يديك ما عندكش شي حاجه خاصك تكونترولي، على الاقل تكون عندك واحد الحس فني ديال الخياطه، يعني تكوني عارفه التناسق ديال الالوان وداك الشيء انت تقدري تعاونيهم وحتى هما غيعاونوك باقتراحاتهم لا بالنسبه للطرازه ولا الخياط. دزنا دابا من هادو صافي شتي السلعه ديالك، كتديري لها لومبالاج كتصوريها كتحطيها في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، كتشوفي الا عندك محل ولا انت اصلا علاش درتي هذا المشروع، يعني فين باغا تحطي هاد الجلاب، الا عندك شي محل غتحطي فيه كنتي مشاركه مع شي حد في شي محل غادي تحطي فيه،
وغتلقاي السلعه ديالك كلها واجده وطلعت ليك بالثمن وزوينه، يعني كطلع لك حتى خفيفه. وهانتي درتي مشروع مربح ديالك اللي هو مشروع الموسم، يعني حنا داخلين على شهر شعبان ورمضان ان شاء الله، هذه هي وقيته الجلال بطافين. وكما قلت لكم هذا هو درسنا ديال اليوم، ديال الناس اللي ما عندهم صنعه في يدهم وبغاو يديروا مشروع ديال بيع وشراء ديال الجلالب. كنقول لكم يعني هنا عطيتكم جميع المراحل ديال الجلابه من الاول حتى الاخر ديالها، تطلعت لومباراج وسالينا الجلابه قليل نبيع لكم دابا. كنتمنى التوفيق لكاع البنات اللي غيديروا هذا المشروع هذا، وهذا الفيديو كان تحت طلب ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، شكرا لكم كاع البنات اللي كيصيفطوا لي كاع التعاليق الزوينه، كنشكركم بزاف بزاف. الفيديو الجاي ان شاء الله بغيتو شي موضوع اخر، هو ان شاء الله غادي نعطيكم من الخبره ديالي بطبيعه الحال، ما كنجيبش الهضره غير من راسي بطبيعه الحال، شي كلشي دوزتو ديال الخياطه. وكنشكركم بزاف على المتابعه.